سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السيد ممثل المجلس العلمي، ممثل مندوبية الشؤون الإسلامية، ممثل المجلس البلدي، ممثل الباشوية، لجان المساجد، الأئمة المحترمون، الأساتذة الكرام، يشرفني ويسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء الأعضاء في لجنة تسيير مسجد عقبة بن نافع أن نرحب بكم في هذه الليلة المباركة بمسجد عقبة بن نافع، ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر من قريب أو بعيد لكي يشاركنا هذا الحفل الديني البهيج، إذ نحتفل اليوم كما لا يخفى عليكم أيها الحضور الكريم بأطهر وأفضل البيوت عند الله عز وجل. وتأتي هذه المناسبة الوطنية الدينية التي تحتفي ببيوت الله لتتكرر كل عام بعد العناية المولوية الكبيرة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بالمساجد. يسعدني جداً أيها الإخوة أن يكون لقاؤنا في هذا اليوم ونحن والأمة الإسلامية جمعاء تعيش أجواء الاحتفال بذكرى مولد خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما فيما يخص المناسبة الوطنية الدينية التي نحتفل بها اليوم وهي الاحتفال باليوم الوطني للمساجد، فمن شأنها أن تعيد الكثير من الدفء لبيوت الله، وأن ترفع من شأن حملة كتاب الله، وخاصة منهم الأئمة والطلبة والوعاظ والخطباء وكل القيمين الدينيين. ويطيب لي بهذه المناسبة الكريمة أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في بناء هذا المسجد سواء بالكثير أو بالقليل، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وشكرنا الجزيل موصول كذلك للمجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور ولمندوبية الشؤون الإسلامية وكل من ساهم ويساهم في الاعتناء ببيوت الله من أجل إعلاء راية هذا الدين ونصرته. وفي الأخير نجدد شكرنا لكل الحضور الكريم، والسلام عليكم. تسعدني في البداية أن أعلن لكم عن بالغ الشكر والتقدير على تلبية الدعوة وحضوركم معنا في هذا المسجد المبارك لنعيش فيه أجواء روحانية ربانية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمساجد. كما نبالغ الشكر لكل المحسنين ولجان المساجد، ولرجال المساجد ولجميع القيمين الدينيين ولأسرة المسجد بصفة عامة، وما تقوم به من محافظتها على الثوابت الدينية والوطنية وصون مبادئها وقيمها واعتبارا لرسالتها السامية في مجتمعنا، والتي تشكل به القيم الدينية رعاء حضاريا يحفظ وحدة الأمة وتماسكها وتكميل الشرع والمبادئ الإسلامية. أيها الأخوة الكرام، لا يجب علينا أن نقتصر على الصلوات الخمس فقط في المساجد، بل يجب علينا أن نتعاون وأن نهتم بالمساجد حق الاهتمام من جمع الشرط والمحافظة على نظافتها والقيام بشؤونها والحفاظ على جو الروحانية فيها من التوعية الدينية والأخلاقية وما يحقق المصلحة العامة للسكينة. كما يجب علينا أيها الأخوة أن نتعاون في عمارتها وتجديدها وزيادتها وتفريشها ومدها بما تحتاج إليه من الأشياء اللازمة، وأن من نعم الله على هذه الأمة أن جعل لها المساجد بمثابة دور إشعاع ومراكز للنور ومأوى للمسلمين، فيه تتجمع قلوب المؤمنين وأرواحهم وتنمح المسافات فتتحقق بينهم المساواة والعدالة والأخوة والتآلف. أيها الأخوة الكرام، علينا جميعاً أن نراهن على هذه الأماكن المقدسة الطاهرة، ويكفي أنها بيوت الله وهي مدرسة للإسلام والمسلمين ومنارة للعلم والعلماء
والاهتمام بالمساجد علامة واضحة للمجتمع المسلم وأمارة من أمارة الإيمان الصحيح، جعلها الله مثابة وفرضا ومشرقا للهداية والنور، ومحيطا للملائكة بالبشرى والرحمة والسكينة. وأخيرا نجدد الشكر الجزيل للجان المساجد ولجميع المحسنين الذي لا يمكن للمساجد أن تستغني عنه وعن مساعدتهم الإحسانية. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرهم ويسدد خطاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأن هذه المساجد ستظل رحمة لهم ولأسرهم وعبرة لمن يأتي بعدهم وآثارا من آثارهم خالدة، مصداقا لقوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه به من مبين. صدق الله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله. لأن هذا الاحتفال وهذا
الإيمان كان منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة التي كانت تهتم بالمسجد وبنظافة المسجد، لما سأل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أين هي تلك المرأة؟ قالوا له يا رسول الله إنها قد توفيت، على أن تلك المرأة قد توفيت. فصلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. إنما يدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرم خدام المساجد، كرم خدام المساجد، كرمهم في حياتهم وماتهم، على أن المنظفون الذين يقومون بنظافة المساجد، على أن رجال المساجد التي تسهر على خدمة المساجد، هؤلاء قد كرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، كرمه في حياته، لأنه صلى على تلك المرأة التي كانت تخدم المسجد. وإذا سمح لي السيد المسير الجلسة بعض الدقائق، علينا أن نربط علاقة وطيدة بالمسجد. على المؤمن أن يربط علاقة وطيدة بالمسجد. هذه العلاقة علاقة إيمانية، كما أننا يجب أن نربط علاقة وطيدة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجعلنا نتذكر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر صلاة الجماعة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالمساجد، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارق قلبه المسجد. لأننا أيها الأحباب، لأننا أيها الإخوة، محتاجون إلى بيوت الله عز وجل. وهناك من يقول على لا حاجة لنا من بناء المساجد، وهذا الكلام نسمعه مرات يرددها بعض الناس، يقولون لا حاجة لنا من المساجد، وأنا أقول بل نحن محتاجون إلى بيوت الله عز وجل، بل نحن محتاجون إلى عمار المساجد، بل نحن محتاجون إلى من يبني المساجد، نحن محتاجون إلى من يخدم المساجد. أين يذهب الأبناء إذا لم يذهبوا إلى بيوت الله؟ حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في سنته أنه يرغب في الإقبال على المساجد، فكان يربط عنقودا من العنب من الطمر ليأتي إليه الصبيان. هذه بعض الوسائل لجلب الناس إلى بيوت الله عز وجل. وأنا أريد أن أقف عند نقطة مهمة، بيوت الله عز وجل كيف كانت عند أجدادنا؟ بيوت الله عز وجل كيف كانت عند سلفنا الصالح؟ كانت بيوت الله تعالى أفضل من بيوتهم، كانوا يهتمون بالمساجد أكثر ما يهتمون ببيوتهم، كان الفراش مخير كيأتوا المسجد، كانت السرية مخيرة كيأتوا المسجد، كان الضوء والطرية والدرب يأتوا المسجد. لماذا؟ لأن المساجد كانت في قلوبهم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يضفهم الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبعة رجل تعلق قلبه بالمسجد. سبعة يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تعلق قلبه بالمسجد. ولهذا أحبابي الكرام، حتى لا أطيل عليكم، أتقدم الشكر إلى لجنة المسجد وإلى كل من ساهم في هذا الحفل المبارك، وأتقدم بالتهاني إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة حفظه الله على عنايته بالمساجد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستاذ بالنسبة على الكلمة الطيبة باسم المجلس العلمي، وذكرنا فيها بإذن احتفاء وتكريم الذين يختمون بيوت الله تعالى، هذه من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقوم بتنظيف المساجد، فعندما يعتني المغاربة ويحتفون بعبادة أمير المؤمنين بهذا اليوم وتنظيف المساجد، فهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أول من كرم من يحكم بيوت الله تعالى. يا المبارك بهذا المسجد المبارك، أشكر جميع الحاضرين الذين حضروا معنا في هذا اليوم الوطني للمساجد الذي يقام كل سنة وتسنى هذه السنة في بلد أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله. وهذه الأمسية هذه كانت أمسية مباركة، وسنختمها بدعاء الصالح لأمير المؤمنين وأدب السعفرة التي يعني يختمون لنا بدعاء الصالح. نستغفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.